الأصحاح السادس والعشرون. فقال أغريباس لبولس: نأذن لك أن تدافع عن نفسك. فأشار بولس بيده وقال في دفاعه: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص. وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك. فأجابه بولس: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم. فقال أغريباس لبولس: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟ فأجابه بولس: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود. فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم،
فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟ وقال أغريباس لفستوس: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.